اخبار قناه الاهلي في كل مكان، جوله جديده وكواليس جديده فقط على شاشه قناه النادي الاهلي مع فريق النادي الاهلي في البطوله الافريقيه. الاهلي وحوريه كوناكري اللغين، ان شاء الله بتكون مباراه من نصيب النادي الاهلي، تكون نقاط المباراه من نصيب النادي الاهلي. النادي الاهلي استعد بكل قوه لهذه المباراه سواء في القاهره، وهيبدا ان شاء الله الاستعداد بتدريبات طبعا القويه هنا في غينيا. لو ببدا معاكم وبرجع معاكم كل مشاهدينا ومتابعينا عن رحله فريق النادي الاهلي اللي استغرقت 10 ساعات سفر لكن بطائره خاصه، وده امر مهم جدا حابين ان احنا ننوه عليه. كل الشكر والتقدير طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي على توفير هذا الامر الهام، لان الرحله بدون طائره خاصه يمكن تقدر تدخل في 18 ساعه و19 ساعه و20 ساعه كمان، لان هيكون فيها اكثر من ترانزيت، وده بيسبب عبء كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي بجانب الحمل البدني والتلاحم الكبير للاعبي النادي الاهلي خلال المباريات، خلال بطوله الدوري العام وايضا كمان في البطوله الافريقيه والبطوله العربيه. زي ما بنقول طبعا 23 لاعب في بعثه فريق النادي الاهلي ان شاء الله استعدادا لهذه المباراه. لكن لو بتكلم على ابرز الغيابات، عدد من اللاعبين كبير بيغيب عن النادي الاهلي، لكن اربع عناصر هامين جدا في التيم النادي الاهلي وفي تشكيله النادي الاهلي، وان شاء الله بنتمنى ما يبقاش لهم تاثير كبير على فريق النادي الاهلي: عمرو السوليه ومروان محسن وميدو جابر واستمرار كمان جونيور اجايه. بنتمنى ان شاء الله المتواجد والاهلي بمن حضر كالعاده تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي. وعايز اكد كمان على معلومه مهمه جدا، يمكن وصلنا بالفعل هنا الى غينيا، لكن سليف وكلوبالي وعلي معلول يمكن كانت اخبار خلال الفتره الماضيه ان هم هيلحقوا ببعثه النادي الاهلي هنا الى غينيا، لكن يمكن سليف كلوبالي تواجد معانا غادر معانا من القاهره حتى الوصول هنا الى غينيا، ولكن يبقى علي معلول ان شاء الله اللي هينضم الى بعثه فريق النادي الاهلي استعدادا لهذه المباراه الهامه. اكيد هنكون مستمرين معاكم كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان وكواليس بعثه فريق النادي الاهلي امام حوريه كوناكري الغيني.